وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم ارزقنا وإياهم أمنا وإيمانا وسعادة واطمئنانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظها من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.